موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022، ويواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي الأربعاء 30 من نوفمبر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وقطر، 8 بتوقيت المغرب، 7 بتوقيت غرينيتش. القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 تذاع مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك على قنوات بي ان سبورتس، وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قنوات الكأس إكسترا القطرية.